اليوم يا أسرار الأعزة ليس لنا عزا سوى أن نشفي قليل صدورنا بدمار البشر. نعم البشر الذي انتشر في كل مكان من هذه الأرض وصنع بيده قنبلة موته. فكان ما كان وسيصير البشر في خبر كان. يا سيد الأشرار ويا كارهة الأخيار، عندي لك أهم الأخبار. عظيم يا شرشور، احكي. خرجت اليوم مع جيشي من القمرات المعد الناتجة من مصنع النفايات البشر وأمرتهم بالانتشار.